برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. النهاردة حابة أتكلم مع حضراتكم على موضوع مهم جدا، وهو على الطفل التوحدي أو الطفل اللي عنده أوتيزم. معظم الأمهات بيبقوا عندهم مشاكل مع أولادهم اللي عندهم أوتيزم، فبيجوا يسألونا يقولنا طب لما تيجي تعملوا حلقات لو يعني يا ريت تتكلموا على التغذية، تتكلموا على إزاي السلوك مع الولاد، إزاي الولد مش بيتكلم وهو وصل لسن 5 و6 و8. فإحنا إن شاء الله في كل حلقة هنقسم المواضيع اللي حضراتكم عايزين تتكلموا فيها وإحنا معاكم نتكلم فيها باستفاضة. ولكن النهاردة حبيت إن أنا أتكلم معاكم على التغذية العلاجية للطفل التوحدي. فالموضوع بتاعي النهاردة هيكون كيف تغذي دماغ طفلك التوحدي، وهل في فرق بين التغذية المعرفية والتغذية العلاجية؟ فهيكون معانا النهارده الاستاذ الدكتور محمد خليفه اسماعيل، استاذ الطب، استاذ كليه التربيه او التدخل المبكر، وهو مراجع في، يا ريت بقى حضرتك يا دكتور انت ما شاء الله حاجه كبيره، فانا مش عارفه اعرف نفسك، يا ريت تعرفنا وتعرف الجمهور بحضرتك. انا خبير تربيه الطفوله المبكره ومراجع الجوده والاعتماد وسفير اللغه العربيه لدى الجمعيه الوطنيه الامريكيه تربيه الاطفال الصغار NAYC. يعني دكتور وظيفتك اشرح لنا كده بصوره مفصله سريعا في الجمعيه الامريكيه. والله وظيفتي في ان هذه الجمعيه اهليه، اي برامج في الجامعات او في الروضات وفي خاصه بالطفوله المبكره لابد ان تحصل على اعتماد اكاديمي. فانا اي جامعه عربيه انا مسؤول عن مراجعتها في لدى هذه الجامعه، واذا حبت هذه الجامعه انها تعتمد من هذه الجمعيه. هذه الجمعيه تضع سياسات الطفوله المبكره لدى الولايات المتحده الامريكيه. ايضا انا براجع اي بابليكيشنز، اي منشورات بترجموها باللغه العربيه انا لازم يرجعوها الاول، في ان انا اراجع هل الترجمه صحيحه او لا. ومهم جدا في مساله الترجمه. يعني حضرتك بتكون متواجد بصفه دائمه في امريكا يا دكتور؟ والله تردد في مؤتمرات بحضر في امريكا وفي داخل المملكه العربيه السعوديه وفي مصر وهكذا. يعني حضرتك حاليا في المملكه العربيه السعوديه استاذ وخبير الطفوله المبكره. دكتور موضوع حلقتنا اللي احنا بنتكلم فيه النهارده على التغذيه العلاجيه للطفل التوحدي، ممكن نفهم يعني ايه من حضرتك تغذيه علاجيه لطفل توحدي؟ طبعا زي ما احنا اتفقنا ان الغذاء بصفه عامه له تاثير على دماغ الاطفال زي ما احنا قلنا، وخاصه الطفل التوحد عنده مشكلات في التغذيه لانه عنده مثلا مساله الهضم فيها مشكله نتيجه للعقاقير اللي بيتعاطاها الطفل قبل ما نكتشف انه عنده توحد، فبالتالي نبدا نديله نحشي ادويه وعقاقير فبتسبب له مشكله في مساله الهضم. ثم بعد ذلك اللي يحصل له نوع من الامساك، لان الطفل التوحدي بيكره الفواكه، يكره الخضروات، وبالتالي مفيش الياف وهو بيلتزم بنوع واحد من الغذاء فبيحصل له امساك. ايضا لازم ان احنا نراعي مساله السكر في الدم، لازم يحصل فيه توازن في السكر في الدم عند الطفل، خاصه لانه يكون في الطفل التوحد احيانا يكون طبعا عنده فرط حركه رهيبه وتشتت انتباه، فبالتالي لازم ننظر الى السكر في الدم. ونرجع تاني ان الطفل ده عنده خلل في انزيمات اوميجا 3 اللي هي مسؤوله عن ضبط سلوك الطفل، مسؤوله عن سلوكه وتصرفاته، وبالتالي بيكون عصبي. ده برضو هنركز ازاي نديله اوميجا 3، برضو في الفيتامينات والمعادن لازم نركز، خاصه بي 6 اللي هو فيتامين بي 6 والفيتامين سي، فكل ده له تاثير على سلوك الطفل. بيؤدي زياده هذه الفيتامينات المتعدده وخاصه بي 6 وفيتامين سي الى ضبط السلوك، وبنحسن من سلوكات الطفل التوحدي اللي هي غير متوقعه. ايضا محدوديه اختيار الطعام في مشكله، بيحصل عنده نقص في التغذيه، فاحنا بنقدم ان شاء الله فيما بعد حضرتك ان الارشادات لهذا الطفل ياكل ايه او نتعامل معاه ازاي. المفروض ان الام او الاسره هي خبير في علاج هذا الطفل. لو حد يقول لك انه هدي برنامج لجميع الاطفال في التوحد يبقى شيء خطا. احنا اول شيء لازم اثقف نفسي عن التوحد كأم. اتنين ان انا اكون خبيره في طفلي، انا عارفه ده بيثيره، ده شيء ده بيزعجه، في هنا عنده طبعا الطفل عنده حساسيه، الطفل التوحدي حساسيه من الاضاءه، حساسيه من بعض انواع الاطعمه، يبقى انا عارفه طفل ايه. لازم يكون برنامج فيه تكامل، تكامل اذا كان هو في مركز علاج او في كام مدرسه يبقى لازم امشي على نفس النهج في العلاج، ما اجيش فيه تشتت، خاصه اذا كان اصلا طفل طبيعي نفس الحكايه، فنبالغ بهذا الطفل، اقبل هذا الطفل كما هو. اي طفل، اي واحده عندها او اي اسره عندها طفل من ذوي احتياجات خاصه او ذوي اعاقه لابد ان اقبله كما هو واحبه. الحب سواء طفل عادي او طفل من ذوي احتياجات خاصه بيؤثر على سلوك الطفل، بيشعر ان هو موجود.
وبالتالي يبدأ ان هو عايز يحسن، عايز ان هو يؤدي الى تحسن في سلوكه وتحسن في علاجه. طيب يا دكتور، بالنسبه للاغذيه والاطعمه للطفل التوحدي، حضرتك بتقول ان هو في اغذيه بياكلها واغذيه تاني هو بيرفضها تعمدا، هل ممكن الام تضغط عليه؟ لا طبعا مش بنضغط عليه، في علاج في الموضوع. طبعا في تفاعلات ضوئيه، اصلا نسيت اقول النقطه ديت، بتؤدي الى ان بتسبب عدم امتصاص الفيتامينات. هو انا اقصد بالضغط، مش الضغط عشان يستفيد من الصحه العامه، يعني الصحه العامه اكيد هيبقى فيها قصور. هنقول ازاي حتى لو هو طفل عنيد، نبدا ازاي، اي حتى لو طفل عنيد او طفل توحدي، المفروض ان انا اعمل له بروجكت، مشروع، اديله الاكل ده في صوره شيء في نشاط، في حركه، ابدا اقول له تعالى بينا على السوبر ماركت ويروح معايا، ويبدا هو يختار الطعام بنفسه، يبدا هو يدفع للكاشير، يبدا اجي في البيت اخليه يدخل معايا المطبخ ان هو يعد معايا الطعام، ده لو كان حتى طفل عنيد مش عايز ياكل اكل معين. عد معايا الطعام، او رحت البيت برضه نبحث عن الانترنت ايه الاكل ديت جايه منين، بتنزرع ازاي، بتنصنع ازاي، وابدا ان هو طب ارسمها لي، طب لونها، يبدا في شيء اهتم بيه. ممكن الطفل بعد كده هتقول الدكتور قال حاجه والطفل ما عملهاش، مش شرط ان هو يعملها اول مره، بالتكرار هذا الشيء هو يبدا يحب الاكل، هو طبعا الشيف اللي صنعه، ونقول له انت برافو عليك صنعت هذا الاكل. هنا نبدا ان انا اعوده ان هو ياكل الاكلات المعينه، برضو مش اجبره انما تدريجيا. افرض هو بيحب اكله معينه، لا مانع ان انا ادخلها مع الاكلات اللي هو بان انا عاملها له اللي هي الصحيه. تمام. فايضا ممكن اعمل له روتين للطعام، بمعنى انه الطفل ممكن الاحظ انه كان خبيره في طفلي ان الاضاءه شديده، فالطفل عنده اثاره، صوت الثلاجه مثير لطفلي، مش عايز يجلس، عايز يقعد على طاوله معينه او كرسي معين، خليه يقعد ده على كرسي. بيأثر ان هو ياكل عليه طبعا، بيأثر حتى الطفل اذا كان عنيد، الطفل عايز يقعد على الكرسي ده، ما تحداش الطفل، سيبه يقعد على الكرسي ده. ده كله بيأثر على الطفل اللي هو توحده، لانه عنده السنسز، الحواس فيها، اما الطفل يكون شديد الحساسيه جدا مش عايز يسمع صوت عالي، وبعض اطفال لا منهم في التوحد، ولكن نسبه كبيره منهم مش حب يسمع صوت عالي، اضاءه ممكن تثيره، الوان معينه ممكن تثيره، فبالتالي لازم اخصص مكان محدد في المنزل ياكل فيه الطعام، ولازم الخطه العلاجيه احدد له جدول اللي هو جداول، معنا الجداول المصوره، في جدول مصور للطفل، يعني معروف ان غدا وقته محدد، هذا الروتين هيساعد ان الطفل هياكل. يعني حدد له ايه جدول معين بالصور، الساعه كذا في طعام وفي المكان الفلاني، هذا المكان محدد للطفل. وممكن من ضمن الخطه العلاجيه بعمل له مكان كوايت بليس، مكان هادئ، لانه مش بيحب الضوضاء ولا الالوان البراقه ولا الصخب وذلك، مكان هادئ، وبحط له فيه شريط اعرفه ان ده المكان الهادئ اللي ممكن نخليه الاكل، نخليه المذاكره، نخليه الاسترخاء. تمام. ده بيؤثر على الطفل. وبحدد صور، لازم كل شيء في البيت يكون مصور، يعني جداول مصوره، وحط له ده شيء كذا وده كذا. كل هذا الروتين هيساعد الطفل انه ياكل معايا الاغذيه الصحيه، اللي انا برضه لازم اذاكرها ولازم اعرف ايه هو الغذاء الصحي، لازم ادخل فواكه، لازم ادخل الياف، لازم ادخل حديد، حتى لو ان انا لازم اراجع مع الطبيب هل في نسبه حديد مناسبه، ولا ممكن اديله كبسولات حديد. هو هيبلع الكبسولات هيقبل؟ ممكن يقبلها، وممكن احطها انا اتصرف مع الاغذيه، مش شرط ان حتى لو كان طفل عنيد ايضا او طفل توحدي عندنا، لو ما خدش الحديد بصيره بصوغ يعني بصوره كبسولات، ممكن في صوره شراب، ممكن في الاطعمه نفسها، ان انا اشوف الاطعمه اللي فيها الحديد اقدر اديها له ازاي. برحب بحضراتكم من داخل غرفة الأكسجين تحت ضغط، والنهاردة عايزين نتكلم مع حضراتكم على مرض الأوتيزم أو التوحد. كثير من الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة انتشر قوي عندهم التوحد، ومعظم الأسر مش عارفين إيه سبب المرض ولا إيه طرق العلاج اللي موجودة، فكلنا بنروح لأي دكتور ونبتدي بقى من هنا لهنا لهنا، كلنا كأمهات بنبقى مش عارفين إيه هو العلاج المظبوط أو إزاي الطريق اللي أنا أسلكه علشان ابني يبقى كويس، فبتبقى في البداية صعب قوي ان انا اقدر احدد هبتدي منين وانتهي فين والامل امتى وهل في امل ولا ما فيش امل. فالنهارده حبينا نعرف حضراتكم على احدث طرق العلاج لمرض الاوتيزم او التوحد، وهو العلاج بالاكسجين تحت ضغط. فاحنا قاعدين النهارده مع الدكتور اللواء طبيب امجد جمال الدين، وهيقول لنا يعني ايه العلاج بالاكسجين تحت ضغط وازاي هيفيد مرضى التوحد. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. مرض التوحد هو مرض موجود في كل بلاد العالم. نسبة المرض في جمهورية مصر العربية
واحد لكل 160 طفل. يعني لو قارناها بالشلل الدماغي واحد ل 300، الاوتيزم واحد كل 160 حاله، يعني نسبته اعلى الضعف تقريبا، اقل من الشلل الدماغي بالنص تقريبا. الشلل الدماغي مشكلته انه مرض قد يكون له اسباب وراثيه او اسباب دوائيه او اسباب اجتماعيه. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الطفل اللي بيتولد، عشان اشخصه ان ده عنده شلل دماغي المفروض مش قبل سنتين 24 شهر عشان اكون محدد تماما ان الطفل ده عنده فعلا توحد. مشكلة الطفل اللي هو عنده طيف توحد او التوحد بدرجاته المختلفة، ان الطفل ده بيكون منعزل تماما عن المجتمع، مفيش حاجة اسمها اي كونتاكت، مفيش تواصل بصري مع والديه، بيكرر حركات معينة باستمرار، بيحب العزلة، يتعود على حاجات ما بيحبش يغيرها خالص، بيبقى له نمط حياة مختلف خالص عن الأطفال الأسوياء. الطفل ده بيحتاج لرعاية اجتماعية ورعاية طبية ورعاية اجتماعية بكل أشكالها، بحيث ان احنا نستطيع ان الطفل ده يتأقلم مع المجتمع ويكون عنصر فعال مش عنصر ملوش أي قيمة. فبنحتاج ان احنا نقيمه او نقومه بطرق مختلفة. المكان اللي احنا فيه ده اسمه غرفة العلاج تحت الاكسجين تحت ضغط، ان احنا الطفل ده بياخد جلسات علاج بالاكسجين، يعني بيستنشق اكسجين 100% داخل الغرفة لمدة ساعة. عدد الجلسات اللي بياخدها الطفل 40 جلسة، وبيقيم قبل وبعد الجلسات. 90% من الحالات اللي عالجناها فعلا عندها توحد اتحسنت بدرجات مختلفة. بنسبة كام يا فندم؟ يعني النسبة بنسبة كام يا دكتور؟ تمام، النسبة بتختلف حسب شدة المرض، وحسب المرض بظهر على الطفل بقاله قد ايه، وهل الطفل عنده أمراض أخرى ولا هو المرض ده. يعني بما إن الطفل ممكن يكون سنه سنتين وبدأ عنده المرض، ولا طفل عند 4 سنين، فترة الزمنية اللي الطفل بيبقى فيها مريض تختلف من طفل لطفل، شدة المرض، العلامات التوحد أو سمات التوحد لو هي واخدة أعلى درجة غير لما تكون أقل درجة. يعني دكتور هو ممكن ما يكونش، يعني دكتور هو ممكن ما يكونش مولود أصلا وعنده توحد، ممكن يعني بعد كده، يعني هو المرض جاله حديثا ولا منذ الولادة؟ لا، المرض يا إما اتولد بيه، يا إما مرض بيكتسب نتيجة أشياء كثيرة. يعني في بعض النظريات بتقول إن التطعيمات واللي فيها زئبق بالذات هي سبب في ظهور مرض التوحد في الأطفال. الكلام ده لم يثبت علميا قطعيا إن التطعيم هو أحد الأسباب اللي بتسبب مرض التوحد. فإذا معنى كده إن في أسباب مكتسبة وفي أسباب وراثية، فالطفل قد يولد عنده توحد وقد يكتسب هذا المرض بعد فترة من تطعيم أو سوء تغذية أو زيادة المعادن في جسمه، أسباب كثيرة جدا. المهم هو لو تشخص بيبتدي أطباء الأطفال المتخصصين في أمراض المخ والأعصاب يتعاملوا مع الطفل ده بأدوية معينة عشان يبتدي يتكلم، عشان يبتدي السلوك بتاعه يتغير إلى الأفضل، يبقى اجتماعي. يعني الأم اللي طفلها عنده توحد، لما الطفل بياخد علاج تيجي الأم تقول لي أنا أول مرة أحس إن أنا بقيت أم. أقول لها يعني إيه قصدك بهذا الكلام؟ تقول لي أنا طفلي عنده سنتين عمره ما بص عينه في عيني، أول مرة بعد ما أخذ العلاج بالأكسجين والعلاج التقليدي بتاع الأطباء بدأ الطفل يبص لي، أول مرة أحس إن أنا أم لأن ابني بقى يبص لي. ده في بداية سن كام يا دكتور الكلام ده؟ يعني عندي سنة ونص أو سنتين. الكلمة دي بالنسبة لنا مهمة جدا، إن الأم بدأت تشعر إن الطفل لا ده ابنها، إنه بيبص لها، قبل كده ما كانش خالص بيعنيها وما بيتنادي عليه ما بيبص لها. بعد كام جلسة؟ التحسن يعني بيبان بعد كام جلسة؟ التحسن يا دكتور بيبان إمتى من الجلسات؟ البروتوكولات العلاجية بالنسبة للأطفال بيبقى 40 جلسة، ما نقدرش نحكم على الطفل قبل 40 جلسة، فبعد ال 40 جلسة غالبا بيحصل تحسن، وتحسن يعني ملموس ومرضي بالنسبة للآباء والأمهات. عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن البروتوكولات اللي بتقول إن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لو أخذوا علاج بالأكسجين هيساعدهم،
هي حتى هذه اللحظة لم تثبت علميا 100%، لم تثبت علميا 100%، بمعنى الجمعيات الطبية العالمية للأطفال لم تقرها بعد. ولكن ده لا يعني ان احنا ما نديش الأطفال، لان لو الطفل اتحسن وانا استنيت، او ان انا ما اديتوش بمعنى اصح جلسات العلاج واستنيت لما الجمعيات تقر هذا الكلام، ضيعت عليه فرصة، لان سنه بيكبر فرصة العلاج بتروح عليه. يبقى انا ابتدي العلاج طالما العلاج ليس له اي اضرار. يعني دكتور العلاج على سبيل التجربة؟ هو مش يعني يا دكتور العلاج على سبيل التجربة؟ لا، هو مش على سبيل التجربة، بمعنى ان احنا في ابحاث كتير اتعملت، واخر بحثين اتعملوا في جامعة اسكندرية عندنا هنا، واحدة عن الشلل الدماغي والتانية عن التوحد، واخدوا الطلبة ماجستير في هذا التخصص، واثبتت الرسالتين ان في فايده كبيره بتعود على الاطفال. فهو مش بحث، هو سيتلد يعني. ولكن الجمعيات الطبيه العالميه لم يعني تاخذ الـ 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 الابحاث دي كفاينل، يعني كابحاث نهائيه، ما زالت بتطالب بمزيد من الابحاث. لكن الاطفال اللي بيجونا واللي موجودين عندنا في كل المستشفيات اللي فيها مراكز علاج بالاكسجين كلهم بيتحسنوا، وفي ويتنج ليست في بعض المستشفيات بتستنى سنه عبال ما يجي دور الطفل. ده معناه ان الاطفال دول بيتحسنوا، والا لو ما مش بيتحسنوا ما كانوش جم اساسا، ما كانش بقى في عندنا ويتنج ليست. طيب يا دكتور، ازاي الامهات بتحس بالتحسن عشان نطمن كل الامهات اللي عندهم اولاد بيعانوا من نفس المرض؟ تمام. الطفل اللي عنده توحد اكتر حاجه ان هو بيبقى عايش منعزل. الطفل اول ما يبدا البيهيفير بتاعه يتغير الى الافضل، يعني الطفل بعد ما كانش ما بيقعد مع حد خالص، لا بقى فضل بقى يقعد مع والديه، يبص لهم، ما كانش الكلام ده موجود، يبتدي يلعب مع اخواته، يبتدي يلعب مع اهله اقاربه، يبتدي يبقى فيه سوشيال كوميونيكيشن، يبتدي ينزل يلعب مع الاطفال في الشارع او في النادي، كل ده ما كانش موجود لطفل التوحد. فده بيساعد كتير على ان الحالات دي بتتحسن، والام بتبقى هي المقياس اللي احنا بنعتمد عليه، لان اللي هي اللي عايشه معاه 24 ساعه في اليوم. يعني احنا بنعتمد على رؤيتها طفلها ايه التغيرات اللي حصلت له كتقييم لدرجه النجاح في العلاج. وفي بعض الفحوصات او الاشعاعات برضك بنحتاجها اذا حبينا نقرر بالظبط مدى تحسن الحاله، بنطلب بعض التحليلات والاشعاعات. طيب يا دكتور، هو العلاج بيستمر لمدة كم سنة؟ أو هل يعني مثلا هياخد كم مرة في السنة؟ الأربعين جلسة هتتكرر كم مرة؟ تمام. هو احنا قلنا البروتوكول بتاع العلاج الأطفال كلها 40 جلسة. بعد 40 جلسة ما بيخلصوا وبنجد تحسن ملموس في الحالة، نقدر نعيد تاني بعد 3 أشهر. طيب لغاية امتى؟ يعني كل 3 أشهر ممكن ادي 40 جلسة. طب لغاية امتى؟ لغاية الحالة ما توصل لدرجة الاستابيلايزيشن، يعني ثبتت عند التحسن اللي احنا وصلنا له ده، مفيش تحسن تاني. في الحالة دي بنتوقف على الجلسات. في نهاية اللقاء بشكر حضراتكم، وبشكر اللواء طبيب أمجد جمال الدين، استشاري طب الأعماق والعلاج بالأكسجين. شكرا يا دكتور. ألف شكر. شكرا. هو قبل يعني هو بيقبل الطعام لأنه بيحبه، ولا هو قبوله للطعام بيكون على اي اساس؟ الحب ام الكره، ام ان هو اصلا سماته كده ان هو مش عايز ياكل؟ سماته ان هو اصلا ما عندوش يعني قدره انه يجلس وقت معين يبدا الطعام من اوله لاخره زينا كده. ده اول شيء. تاني شيء انه بيحب طبعا كلمه توحد اوتستيك، ان هو متوحد في شيء معين. ممكن يفضل لعبه معينه او شيء واحد، هذه الكلمه اللي هي بنسميها طبعا، وده في طيف مختلف المراحل، يعني ممكن عشان كده سميناه سبيكتر، من هو طيف لانه مختلف، اعراض ممكن تختلف من طفل التاني. عشان كده نقول ان البرنامج لجميع اطفال التوحد شيء خطا، ان كل طفل له برنامج خاص. هو مش بيرفض لانه هو عايز يرفض، لا، هو بيرفض لانه ده طبيعته كده. فهمتيني حضرتك؟ يعني في دكتور اللي انا اقدر افهمه والسادة المشاهدين، ان اطياف التوحد عديدة. ممكن طيف يكون عنده المشكلة طيف التوحد في ان هو مش عايز ياكل، وهو متوحد في اكلة معينة. ممكن اخر متوحد في لعبة معينة، ممكن اخر وهكذا. بس في حاجات عامة عند اطفال بس التوحد، بس يكون بياكل كويس زي يعني التغذية العلاجية عنده ما فيهاش مشكلة، اللي هو عنده طيف التوحد مثلا في سلوك معين او في حاجة بيحبها؟ لا، بيكون عنده لان في مشكلات عامة. يعني ده مش في مشكلة عامة، في حاجات عامة من ضمنها زي ما احنا قلنا نقص أوميجا 3 ده
اوميجا 3 ده عيب عند الطفل، الخلل الانزيمي في الدماغ اللي هو الطفل التوحدي، فده موجود عنده. تشتت الانتباه او الاثاره الحساسيه موجوده عند نسبه كبيره من الاطفال التوحد. لازم انا احط مغنيسيوم في الطعام، يكون عنده هو بيكون عنده خلل في المغنيسيوم، فيتامين زي ما احنا قلنا بي 6 وفيتامين سي، فبالتالي انا بركز على الاطعمه اللي فيها هذا الشيء. اخر حاجه يا دكتور، عايزه اعرف الفرق بين التغذيه العلاجيه وعلاقتها بالتغذيه المعرفيه. طبعا احنا بنتكلم تغذيه الدماغ، الدماغ له بيحتاج الى اكسجين، بيحتاج الى سكر، بيحتاج الى حركه. فهذه مجموعة من الأشياء، أن الغذاء له تأثير على بناء دماغ الأطفال وتغذية الخلايا. هذه التغذية بتعمل زي ما قلت حضرتك على تحسين سلوك أطفال، خاصة زي ما احنا بالنسبة للطفل التوحدي المغنيسيوم وذلك والحديد والأوميجا 3 والطفل العادي. هذه الخلايا بتكون متفككة في الصغر، لما احنا بنديها الغذاء المناسب تترابط وتتكون خلايا وصلات عصبية. هذه الوصلات العصبية تمر فيها المعلومات والمهارات والسلوكيات اللي احنا اديناها للطفل. إذا لم نهتم بهذا الغذاء تضمر هذه الخلايا وتتلاشى تدريجيا وتنتهي ويحصل جمود بعد كده. لذلك احنا نلاحظ حتى في الطفل الطبيعي انه في بداية الطفولة ممتاز وراح يندفع للتعلم وبيحفظ، ثم بعد ذلك يبدأ انه هو خلاص بقى ستاتيك ثابت وبقى جمود، في جمود في الوصلات، يصعب تعلمه للغة، يصعب تعلمه المهارات، بيحصل بصعوبة. احنا في الكبار ليه اطفال احسن مننا مثلا في الليسننج؟ لانهم مثلا عندهم مرونة في الدماغ وهكذا. في نهاية طبعا لقائي بشكر حضرتك يا دكتور على هذا اللقاء المميز، شكرا جزيلا. شكرا حضرتك وشكرا.